كلنا فاكرين ان احساس الخوف هو اصعب الاحاسيس، لكن الاخطر من الخوف هو الغدر بعنصر المفاجاه. تخيل لما تبقى مش عارف الضربه هتجيلك منين بالظبط، زي ما انتوا مش عارفين انا فين دلوقتي. تخيلوا بقى اللي هيقعد تحت ايه السنه دي هيحصل له ايه. هيصرخ وانا جنبه وهو مش حاسس بيا. هيعيش اسوأ يوم في حياته وانا هعيش اسعد يوم في حياتي. ساعة ما يفتكر ان الموضوع انتهى هتكون الحكاية لسه بتبتدي. واذا كان اللي فات بيخوف فاللي جاي دمار. انا في المقالب وحش، انا الزعيم في الكار، واللي هيقرب من ملعبي مش هيطلع عليه نهار. حافظ على نفسه، حافظ على نفسه.